نواصل معكم حصاد عام 2016. اليوم نصحبكم في رحلة أفضل عشرة أجهزة لابتوب لعام 2016، ومعايير الاختيار كانت بناء على الأداء، الشاشة، البطارية والمصنعية، ونعرضها لكم عشوائيا وليس وفقا للأفضل. أولا ريزر بليد ستيلث. كالعادة لم تغب ريزر عن قائمة العام، قدمت لابتوب معدني بتصميم أنيق وسريع في الأداء مع معالج i7 كابيليك الجديد ثنائي النواة بتقنية الهايبر ثريدينج بتردد حتى 3.5 جيجا هرتز. الشاشة 12.5 إنش قابلة لللمس بدقتين كواد اتش دي أو 4K. الرام يصل إلى 16 جيجا بايت، واللابتوب لا يحتوي على كرت شاشة خارجي ويعمل بالكرت المدمج مع المعالج وهو انتل اتش دي جرافيكس 620. الذاكرة التخزينية تصل إلى 1 تيرا بايت من نوع SSD السريعة، وعمر البطارية يصل حتى 6 ساعات ونصف من تصفح الواي فاي حسب ادعاء الشركة، لكن الجهاز لم يرضع عشاق الألعاب القوية. السعر من 1000 إلى 2000 دولار حسب مواصفاته. ثانياً HP Spectre X360، لابتوب معدني بالكامل وبتصميم جذاب ومن أنحف أجهزة اللابتوب. يأتي بنوعين من المعالجات، إما انتل كور i7 بتردد حتى 3.1 جيجا هرتز أو i5 بتردد حتى 2.8 جيجا هرتز، أو المعالج الثاني i7 كابيليك بتردد 3.5 جيجا هرتز، والمعالجان يقدمان أداء سريعا. الشاشة أيضا بمقاسين 13.3 أو 15.6 إنش بدقة فل أو كواد اتش دي. الرام يصل إلى 16 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية بعدة نسخ 128 جيجا بايت وحتى 512 جيجا بايت من نوع SSD، وعمر البطارية تقول الشركة إنه يصل حتى 9 ساعات ونصف من الاستخدام العادي حسب ادعاء HP. الجهاز قوي لكنه أيضا غير مناسب لعشاق الألعاب، ويبدأ سعره من 900 ويصل حتى 1350 دولار. ثالثا أبل ماك بوك برو 2016، جاء بعدة نسخ من حيث الشاشة والمعالج والرام والمساحة التخزينية، لكن اخترنا لكم أقواها مع شاشة 15.4 إنش بدقة 1800 في 2800 بيكسل من نوع ريتينا بألوان جميلة وزاهية. المعالج انتل كوراي 7 رباعي نواة بتردد 2.9 حتى 3.8 جيجا هرتز، وكارت شاشة خارجي من نوع راديون برو 465، والفيديو رام 2 جيجا من نوع GDDR5، وهذا يعني أداء سريعا. الرام يصل حتى 16 جيجا بايت، والذاكرة التخزينية من 256 جيجا بايت إلى 2 تيرا بايت حسب الرغبة، وهي من نوع SSD. طبعا الجهاز من الأجمل في القائمة من حيث التصميم والقوة في المصنعية، وجاء هذه المرة بشريط لمسي تاتش بار لتنفيذ مهام واختصارات كثيرة. البطارية تصمد حتى 10 ساعات من التصفح باستخدام الواي فاي كما قالت. طبعا الشيء المزعج في الجهاز هو السعر، والذي يصل إلى 2800 دولار حسب المعالج والرام والمساحة التخزينية ومواصفات أخرى. رابعا لينوفو ثينكباد X1 كاربون. تتمتع أجهزة لينوفو بسمعة طيبة من حيث القوة والصلابة. المعالج كوراي 7 with V Pro رباعي النواة مع تقنية هايبر ثريدينج حتى 3.6 جيجا هرتز. الشاشة 14 إنش بدقتين فول اتش دي أو كواد اتش دي وهي قابلة لللمس، والرام يصل حتى 16 جيجا بايت. أما بالنسبة إلى الذاكرة التخزينية فهي تصل إلى 512 جيجا بايت من نوع SSD، وتصمد بطاريته حتى 11 ساعة حسب المواصفات التي يريدها المستخدم. الجهاز مصنوع من الكربون فايبر، وهو ذو تصميم جميل ونحيف، والنسخة الأقوى للجهاز يصل سعرها إلى 1350 دولار وهي مناسبة لهذه المواصفات القوية، لكن لا يحتوي اللابتوب على كرت شاشة خارجي وإنما الكرت المدمج، وهذا خبر غير سار لعشاق ألعاب الفيديو. خامساً ديل XPS 15. حضرت معنا شركة ديل بهذا اللابتوب بتصميمه الجميل. الشاشة 15.6 إنش قابلة لللمس، ويأتي الجهاز بأكثر من نسخة من حيث الدقة فول اتش دي وكواد اتش دي أو 4K. الجهاز يأتي بأكثر من نوع من المعالج، اخترنا منها كوراي 7 رباعي النواة بتردد يصل حتى 3.5 جيجا هرتز وهو معالج قوي، ويأتي بكرت شاشة خارجي من نوع نيفيديا GTX 965M 2 جيجا بايت، ويمكن أن يرضي عشاق الألعاب إلى حد ما. الرام يصل إلى 32 جيجا بايت، والذاكرة التخزينية تصل إلى 1 تيرا بايت من نوع SSD، وتصمد البطارية حتى 17 ساعة إذا كانت دقة الشاشة هي فول اتش دي، لكن لسنا متأكدين بعد من معلومات الشركة. سعر الجهاز من 1000 إلى 2600 دولار وفقا لمواصفاته. سادسا سامسونج نوت بوك 9. أقنعتنا سامسونج بهذا اللابتوب، جمالية التصميم وقوة المصنعية من الألمنيوم والمغنيسيوم.
الشاشة 15 إنش بدقة Full HD، المعالج انتل كوراي 7 ثنائي النواة مع تقنية الهايبر ثريدينج وبتردد يصل حتى 3.1 جيجا هرتز، الرام 8 جيجا بايت والذاكرة التخزينية 256 جيجا بايت من نوع SSD، ويتمتع بعمر بطارية طويل تصل إلى 12 ساعة من الاستخدام المتواصل، هكذا قالت سامسونج. يصل سعر الجهاز إلى 1200 دولار، لكن لا يوجد كرت شاشة خارجي وإنما الكرت المدمج مع المعالج، لذلك كمعظم أجهزة القائمة لن يرضي عشاق ألعاب الفيديو ذات الجرافيك العالي. سابعاً، مايكروسوفت سيرفيس بوك. وهذه المرة مع مايكروسوفت جاء سيرفيس بوك بشاشة 13.5 إنش قابلة لللمس وبدقة 2000 في 3000 ميجا بيكسل، وهي رائعة لا شك، خاصة أن مقاس الشاشة متوسط وهو مصنوع بالكامل من المغنيسيوم. المعالج نوعه انتل كوراي 7 بنواتين مع تقنية الهايبر ثريدينج وبتردد يصل حتى 3.4 جيجا هرتز، ويمتلك كرت شاشة من نوع نيفيديا جي تي اكس 965 ام في رام 2 جيجا بايت GDDR5. ومن مميزات هذا الجهاز أنه يمكنك فصل الشاشة عن الجهاز واستخدامه كتابلت لأغراض مثل الرسم أو التصفح. حجم الرام 16 جيجا بايت والذاكرة التخزينية تصل إلى 1 تيرا من نوع SSD. البطارية تصمد بالنسبة للمواصفات التي يختارها المستخدم وقد تصل إلى 16 ساعة من الاستخدام كما تقول الشركة. يصل سعر الجهاز حتى 3200 دولار، وبهذا السعر يكون هو الأغلى في هذه القائمة، وهو لا شك أمر مزعج رغم قوة الجهاز. ثامناً، Acer Aspire R14. نستطيع القول إنه من أفضل أجهزة شركة إيسر. الجهاز مصنوع من الألومنيوم مع القليل من البلاستيك في أعلى غطاء الشاشة. الشاشة 14 إنش بدقة Full HD وهي مرضية، وإن كنا نتمنى دقة أعلى. المعالج انتل كوراي 5 ثنائي نواة مع تقنية الهايبر ثريدينج بتردد يصل حتى 2.8 جيجا هرتز، ولا يحتوي على كرت شاشة خارجي، الرام 8 جيجا بايت، الذاكرة التخزينية 256 جيجا بايت من نوع SSD، وتصمد البطارية حتى 9 ساعات ونصف حسب كلام إيسر. الخبر الجميل هو السعر الذي لا يتجاوز 700 دولار بعكس بقية أجهزة القائمة. تاسعاً، ديل XPS 13 Touch. مرة أخرى مع ديل بشاشة ذات حواف نحيفة مقاسها 13.3 إنش قابلة لللمس بدقة 1800 في 3200 بيكسل، وهو مصنوع من الألمونيوم والكربون فايبر. المعالج انتل كوراي 7 كابيليك الجديد مع تقنية الهايبر ثريدينج بتردد يصل حتى 3.5 جيجا هرتز، والجهاز لا يملك كرت شاشة خارجي، الرام هو 16 جيجا، الذاكرة التخزينية هي 1 تيرا من نوع SSD، تصمد البطارية حتى 13 ساعة و50 دقيقة حسب كلام الشركة. السعر يبدأ من 800 دولار وحتى 2250 دولار حسب المواصفات. عاشرا وأخيرا، لينوفو يوغا 900. لينوفو حضرت مرة أخرى أيضا في القائمة. الشاشة 13.3 إنش بدقة كواد اتش دي، المعالج كوراي 7 ثنائي النواة مع تقنية الهايبر ثريدينج بتردد يصل حتى 3.2 جيجا هرتز، ولا يحتوي على كرت شاشة خارجي، لهذا ينصح بعدم استخدامه للألعاب أو البرامج التي تحتاج إلى كرت شاشة قوي. الرام يصل إلى 16 جيجا بايت مع ذاكرة التخزين تصل إلى 512 جيجا بايت من نوع SSD، تصمد البطارية حتى 9 ساعات ونصف كما قالت الشركة. ويبدأ سعر الجهاز من 1200 ويصل إلى 1400 دولار تقريبا. كانت هذه أفضل 10 أجهزة موجودة حاليا في الأسواق. ننتظر في التعليقات اختياركم لأفضل لابتوب.